نرحب فيكم مشاهدينا الكرام من جديد، ومعنا في برنامج مساء الخير الكويت اليوم راح نلتقي بالدكتور طلال البذالي، خبير نفطي واستاذ بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت. مساك الله بالخير دكتور، حياك الله معنا. مساك الله بالخير دكتور، وقواك الله وحياك الله معنا في برنامج مساء الخير يا الكويت. سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه ابتكر مدرسة سياسية واقتصادية كانت فريدة من نوعها. إذا نتكلم عن هذه المدرسة اللي جعلت الكويت اليوم لها علاقة قوية ومرتبطة بجميع دول العالم، وخصوصا حتى دول العالم الكبيرة والقوية. نعم، هو سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الله يرحمه يعني وظف خبراته السياسية والدبلوماسية لخدمة الاقتصاد بشكل عام، وهذا الشيء احنا ما كنا نشوفه في الماضي لكن تيقنا منه الآن. فسمو الشيخ الله يرحمه استطاع أن يوظف ذلك تلك الدبلوماسية لخدمة، شلون وظفها؟ بنى جسور تعاون اقتصادي مع الغرب والشرق. نعم. إذا تتذكر كان في 2004 حتى قبل أن يصبح أميرا للبلاد زار عديد من الدول في شرق آسيا، بالتحديد اليابان، كوريا وسنغافورة، وكان هناك يعني بروتوكولات جدا ضخمة، تقريبا 10 اتفاقيات و10 بروتوكولات لإنشاء مشاريع ضخمة بالكويت، وزيارته للصين في 2018 إذا تذكر. نعم. كانت هذه تاريخية، يعني أنت تتكلم عن دولة بحجم الصين، الجي دي بي مالها الناتج المحلي 13 تريليون، شنو تبي بدولة مثل الكويت الناتج المحلي مالها لا يزيد عن 120 بليون، يعني احنا تقريبا 1% من الناتج المحلي الصيني. واستطاع بخبرته السياسية والدبلوماسية أن يضع الكويت تلك الدولة الصغيرة في قلب ما يسمى بطريق الحرير، عن طريق طبعا خبرته في التفاوض. فالكويت الآن تبلورت لها رؤية جديدة اسمها كويت 2035، كويت 2035 اللي ترتكز على مدينة الحرير، اللي تكون داعمة لخط تجاري سيكون أهم خط تجاري في العالم. فتلك الخبرة السياسية استطاع رحمة الله عليه أن يوظفها لخدمة هذا البلد اقتصاديا وجيوغرافيا. أيضا أنت لما تضع الكويت في طريق الحرير كأنك أنت تعطيها متانة أمنية، حصانة أمنية. هذا الربط. نعم. والأساسات اللي وجدت. نعم. يعني جسر جابر، ميناء مبارك، مع جزء من الرؤية، هو جزء. نعم. من مدينة الحرير، هي يسمونها أنت عارف الانفراستراكشر حق. نعم. المدينة هذه. يعني أنا أعتقد أنه تفكير عميق في كيفية توظيف الملاحة والنقل البري والطيران وغيره من موانئ، من مطارات، حتى من مدن عمرانية. أنت ذكرتوا في تقريركم المدن العمرانية، البعض أعتقد أن المدن العمرانية اللي تطورت في عهد المغفور له بإذن الله هي مجرد للمواطنين، لا، هي للمواطنين وأيضا بنى تحتية لما سيأتي في القادم من الأمور، لأنه صحيح. إذا أصبحت الكويت منفتحة تجاريا هناك الكثير من العمالة، الكثير من البضائع، الكثير من العمل التجاري يستلزم شبكات طرق، يستلزم مطارات، يستلزم بنى تحتية، يستلزم أسواق وخلافها من الأمور الأخرى. صحيح. فوضع بالفعل وضع الكويت في خارطة الطريق، وعلينا احنا ككويتيين أن نقيم هذه الأمور ونكمل المسيرة ونبني على ما تركنا، ما ترك لنا المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد رحمة الله يرحمه، وإن شاء الله ويجعل مثواه الجنة. آمين يا رب. دكتور طلال، القطاع النفطي مفصل أساسي في الاقتصاد الكويتي، والأمير رحمة الله عليه كانت له نظرة خاصة في هذا المجال، وكانت له أيضا وصايا، فشنو تذكر من وصاياه رحمة الله عليه فيما يتعلق بالقطاع النفطي الكويتي؟ نعم، أنا شوفي، أنا بقول لك مثل ما يقولون يعني أمور أنا سمعتها، كان دائما يوصي أن القطاع النفطي والثروة النفطية هي ليست نهاية المطاف، هي البداية
لكويت جديدة. نعم. طبعا الكل يعتقد أن الكويت دولة نفطية، نعم، أحادية المصدر، نعم، ولكن هل إحنا نقف عند هذا الحد؟ طبعا لا، هو دائما كان يرى أنه هذه هي البداية لاقتصاد جديد، نهضة جديدة يستفيد منها الشباب الواعد والأجيال القادمة، بخلاف الاستثمارات الخارجية. أنا أتكلم عن القطاع النفطي، فكان دائما يحث على نمبر 1 تقليل التكاليف على الدولة من ناحية القطاع النفطي، لأنه أكبر تقريبا قطاع في الدولة يكلف الدولة تكاليف، وأيضا تعظيم الإيرادات من ذلك القطاع. فإذا تذكرون قبل 4 سنوات وصى بإعادة هيكلة القطاع النفطي، صحيح. والآن العمل جاري على دمج الشركات النفطية من 11 شركة إلى 4، وكان ممكن أنه تدمج إلى شركتين، ولكن هذا موضوع ثاني، ولكن وصى بتقليل التكاليف. أيضا وصى بعملية أنه الثروة النفطية لا تمس، هي ملك للشعب الكويتي عملا بالدستور. وأيضا بالوقت اللي هو كان يوصي على القطاع النفطي، إحنا كمتخصصين كنا نوصي بترجمة هذه التوصيات. فعلى سبيل المثال، إذا أيقنا أن القطاع النفطي هو أكبر دخل للدولة وهذا صحيح، وأيضا أكبر مصروف على الدولة وهذا صحيح، فعلينا أن نقلل من المصاريف ونعظم الإيرادات، وهذا اللي كان يرمي له المغفور له بإذن الله الشيخ صباح. لذا احنا نرى كمتخصصين أنه ترجمة توصياته في القطاع النفطي، خلافا على أنه دائما يقول وطن التكنولوجيا وكوت القطاع، يعني نقطتين احنا ما قاعد نعمل فيهم بشكل سليم، تكويت السليم وليس التكويت الغير سليم، وأيضا توطين ما يسمى بالتكنولوجيا والمعرفة. فكان دائما حريص على هالنقاط هذه. فنحن نرى أنه إذا عملنا بتوصيات المغفور له بإذن الله من تكويت القطاع والكوادر، توطين المعرفة والتكنولوجيا، وأيضا تقليل التكاليف وزيادة الإيرادات، ممكن أن خلال 5 إلى 10 سنوات تبدأ الكويت تتنفس الصعداء وتستقل إيراداتها النفطية، بدل ما تروح هباء منثورة على ما يسمى بعقود تشغيل وغيره، مصروفات غير يعني أمانة غير مجدية. نعم. نوجهها إلى دعم الشباب في المستقبل، خلق ما يسمى بفرص استثمارية جديدة كمدينة بناء مدينة الحرير اللي تستلزم المليارات من الدولارات. مدينة الحرير هذه هي ما يسمى بالمستقبل لدولة الكويت. نعم. فإحنا علينا أن نترجم توصياته، لا نقف عند هذا. احنا دائما انتم تاتون فينا كاعلاميين مشكورين لكي نقول ما وصى به الامير. نعم. الله يرحمه، لكن يجب ان لا نقف عند ذكر ذلك، وهذا مو حقه. حقه انه يجب ان نترجم ونعمل جاهدين على ترجمه تلك الاحلام والوصايا اللي هو تركها لنا، وهذا انا اعتقد اقل شيء ممكن نعمله بحق مغفور له بإذن الله الشيخ صباح الله. وهذا الشيء أكيد اللي نشوف دائما شباب وبنات الكويت يمشون على هذه التوصيات إن شاء الله لترجمتها في المستقبل بإذن الله. عندنا فاصل ومن بعده عودة لباقي فقرات برنامجنا، خلوكم معنا. رجعنا معكم مشاهدينا ومستمرين من بعد الفاصل في برنامج مساء الخير يا كويت، مع ضيفنا الخبير النفطي والأستاذ بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت الدكتور طلال البذالي. دكتور رحب فيك مرة ثانية. وكلامنا كان قبل الفاصل عن القطاع النفطي وأيضا الاستثمارات في عهد سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح طيب الله ثراه. وأيضا قبل أيام كان هناك كلمة، وأيضا بخصوص أيضا القطاع النفطي وتنويع مصادر الدخل والاستثمارات من قبل سمو حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. يريد تكلمنا أيضا عن هذه الاستمرارية في الاهتمام بمثل هذه الأمور الاقتصادية. نعم، طبعا حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد جابر الصباح استكمالا لمسيرة المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد يحثنا على تنويع مصادر الدخل. طبعا تنويع مصادر الدخل في الثروة النفطية هو الهدف، واعتقد حضرة صاحب السمو يرمي إلى ذلك الهدف. البعض قد يعتقد أنه هو تنويع مصادر الدخل بشكل عام كاتجاه إلى السياحة إلى صناعة الأغذية خلافه. لا لا، أنا أتوقع أنه حضرة صاحب السمو يقصد تنويع مصادر الدخل في القطاع النفطي، بمعنى أنت ممكن تنوع في القطاع النفطي من ناحية الاستراتيجيات ومن ناحية المنتجات.
أعطيك مثال، الاستراتيجيات بدلا من أنك أنت تعتمد اعتماد كلي على ما يسمى عقود التشغيل القديمة جدا واللي أرهقتنا، ممكن أنت تدخل أنظمة ما يسمى بنظام المشاركة بالإنتاج، نظام المشاركة بالمخاطر، وهذا يجذب لك المستثمر الأجنبي اللي أنشئت لذلك هيئة اسمها هيئة الاستثمار الأجنبي المباشر على عهد الشيخ صباح الأحمد الله يرحمه. فأنت أعتقد كلمة حضرة صاحب السمو تهدف إلى ذلك التنوع، وهو من ضمن رؤية تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي. بالطبع بالطبع. أنت شوف، أنت أي شيء تعمله يقلل من مصروفاتك ويعظم من إيراداتك، تلك الفرقية توجهها إلى كويت 2030 لتحويل الكويت إلى مراكز مالية وتجارية وغيرها أيضا. يعني أنت مدينة الحرير ستقوم بإذن الله بسواعد شبابنا وبالفوائض إن شاء الله المالية أو الإيرادات اللي راح نكسبها من القطاع النفطي، لكن هذا العمل يبي له شغل. يعني احنا قلنا هذا تنوع استراتيجي، التنوع في المنتجات، بدلا من أنك تبيع نفط خام تبيع منتجات بتروكيماوية 200 إلى 300 بالمرة ربحك أكثر إذا بعت منتجات. فالعمل هذا واحد يقول لي طيب الكلام زين الحكي زين، لكن التطبيق الأمر التطبيق الواقع. أنا أقول ما في دولة في العالم ولا حتى شركة ولا حتى أنت على مستوى أسرتك تعمل مشروع من غير قالب زمني. صحيح. لذلك أنا أقول إذا حطينا سنتين مراجعة جميع المشاريع النفطية وتصنيفها، عقود تشغيلية اللي نقدر نخلي عليه نخلي، المجدين خلي، الغير مجدين نبتدي ننظر له بنظرة ثانية أنه قد يكون هناك فرص لعمل تلك العقود بأنظمة أخرى توفر على الدولة وتعظم الإيراد. أيضا أنت لا تنسى عندك حقول إلى الآن غير مكتشفة، والحقول الغير مكتشفة الحديثة أنا ما أنصح، وأقولها من الآن ما أنصح أن الدولة تذهب بالأسلوب القديم اللي هو تطويره ذاتيا. علينا الدخول في المشاركات في الإنتاج والمخاطر لأنها تقينا من صدمات ما يسمى بالخسائر المالية. لا تنسى الشيخ صباح الأحمد الله يرحمه ويغفر له كان برغبة سامية بشراكة مع شركة النفط العمانية أنشأ مصبات الدقم، وهذا كان بعد استراتيجي بعيد لتسويق منتجاتنا، فهذه من معاثره يعني. فأعتقد سمو حضرة صاحب السمو الشيخ نواف أحمد الجابر صباح يبعث رسالة إلى القطاع النفطي ويقول لهم الآن التنويع، وأنا أقول لا كلامه صحيح، الآن التنويع، إن تأخرنا سنة سنتين قد نكون شنو القطار شوية يفوتنا وقد تكون الأمور أصعب وأعلى كلفة. نعم دكتور طلال بن ذالي، أيضا سمو ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله تحدث عن الاستثمار المباشر لنقل المعرفة والتكنولوجيا وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب. ما هي هذا، ما هو هذا التوجه وما هو هذا الاهتمام من قبل حفظه الله؟ نعم، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد جابر الصباح استكمالا أيضا لما عمل في السابق يرى أنه المستثمر الأجنبي له أهمية كبيرة. نعم. على فكرة الكلام اللي قلتي أنت هو قالب آخر لكي نقول دعونا نستثمر نجلب المستثمر الأجنبي بطريقة ترضيه وتحقق لنا شنو المكاسب. فسمو ولي العهد يبحث عن رقم واحد ليس فقط نقل المعرفة والتكنولوجيا، يريد توطينها، بمعنى بدل ما شركة أجنبية تأتي وتعمل لي عمل وأنا أقتبس منها بعض الفقرات، لا، شركة تأتي هنا وتقيم هنا وتنشئ مصانعها هنا وتوظف الشباب الكويتي هنا، هذا يسمونه توطين التكنولوجيا لكي نصبح دولة شنو؟ دولة مصدرة في المستقبل للمعرفة والتكنولوجيا. فالاستدامة دائما لا تأتي من فقط عملية نقل المعرفة والتكنولوجيا، بل تأتي في توطينها. دولة الصين أكبر دولة منتجة في العالم، بداياتها قبل 20-30 سنة لم تكن على الخارطة الاقتصادية بشكل كبير، ولكنها عملت على شنو؟ توطين التكنولوجيا. أتت بالشركات الأجنبية الأوروبية والأمريكية، أنشأت لهم مصانع، وطنوا التكنولوجيا إلى أن اكتسبوا الخبرة المعرفية والإدارية. هناك خبرتين لازم نكتسبهم، معرفة من غير إدارة ما تنفع. لذلك هم أنشأوا ما يسمى بشنو باقتصادهم اللي الآن تجاوز 13 تريليون دولار. أمريكا بعظمتها 20 تريليون دولار. الصين الآن في 20 سنة تصل إلى ما يقارب 60% من الناتج المحلي الأمريكي، هذا إنتاج. فما يسمى بالفائدة
المستدامة اللي حث عليها سمو ولي العهد هو، أنا بتركها لك بكلمتين، هو ينظر للشريك الأجنبي ليس كصفقة كما ينظر له الآخرون، بل ينظر له كعلاقة مستقبلية، ليس فقط لخدمتنا الآن بل لتوطين وتوظيف وتشغيل، وأيضا بناء كويت جديدة تقوم على التكنولوجيا اللي راح يجلبونها لنا. فهذه الرؤى دائما إن لم تترجم أعتقد الوضع بيكون مزري في الكويت في العقود القادمة، ولكن نحن كلنا ثقة في حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، أنه يحثون ويعملون على تطبيق وترجمة تلك الكلمات إلى واقع ملموس، لعل وعسى خلال 5 إلى 10 سنوات القادمة نستطيع أن نرى نورا قليلا لما يسمى بتنويع مصادر دخل. نعم. لأنه إلى الآن إحنا لا يوجد لدينا تنويع. دائما نقول إحنا متفائلين إن شاء الله. نعم. في القادم، وهذه الرؤية المستقبلية بإذن الله. نعم. تتحقق لنماء ومصلحة الكويت. كل الشكر لك دكتور طلال فضلي، قواك الله ويعطيك العافية على تواجدك اليوم معنا في برنامج مساء الخير يا كويت. مشاهدينا عندنا فاصل، متواصلين من بعد، خليكم معنا.